اتقين الله أيتها النساء، تواصينا بالحق، تواصينا بالصبر، اصبرنا على الفتنة، لا تنسلخنا مع من انسلخنا من الفاسدات ومن النساء المستغربات، ويقولون هذا تشدد وهذا تنطع وهذا إلى آخره، هذا تحجر. يصفون الإسلام بهذه الأوصاف، يصفون من يتمسك بدينه بهذه الأوصاف، لكن علينا الصبر وألا نلتفت إلى هؤلاء ولا إلى مقالاتهم، بل نتمسك بديننا وأخلاقنا حتى نسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى. يا أيها النساء اتقين الله، اتقين الله، اتقين الله في أنفسكن وفي بناتكن وفي من حولكن، اتقين الله، أنقذنا المجتمع من عقوبة محدقة إلا إن رحمنا الله سبحانه وتعالى.